عايزه ايه؟ اسمه ايمن ده اللي كان معايا ابني بس ساعه ما ايمن هو ايمن المفروض كان والد ايهاب في النيابه بيعمل كلام بيعملوا ضد حد معين؟ لا هو في المظاهره اللي بتاع ده اسمه الاخوان دول الاخوان مش حد معين هم الاخوان بس تمام عشان في ناس كانت بتقول ان ده كان بين الطرفين يعني في ناس من الناس كانوا مستنيين الاخوان وضربوا عليهم فدول ضربوا على دول يعني الجبهتين ضربوا على بعض وايهاب كان في النص انا ما اعرفش بقول لك انا نزلت ببص لقيت ضرب نار انا ببص لقيت بقى ناس ياما وعركه قلت عركه دي ولا ايه قالوا لا دي الاخوان معديين هم كل جمعه بيعدوا بس المره دي ياما وضرب بقى نار ضرب نار طبعا هو كان نازل يجيب حاجات ليكم كان نازل يقابل صحابه طلع من الصاله طلع من الصاله طلع من الصاله ومع صاحبه يعني ملوش فطار ملوش علاقه لا بده ولا بده صحابه هم ملوش جواب حاجه ملوش جواب حاجه وانا تبع فالشرف كله ملوش جواب شوف التلفزيون يا عيني والاقي الناس ميته يقول لي ماما تعيطيش يا ريت انا ابقى شايف زيهم ليه يا ايهاب كده بتقول كده حبيبي يقول لي لا يا ام اسكتي ما تعيطيش فين انا هو مش زيهم اسكت يا مين انا هو مش جاي كل جمعه بيروح يصلي هو انا هوصل لحضرتك ربنا يصبرك يا رب انت صحيت ايه طب ايه اللي حصل قدك هو نزل الصلاه وانا كنت واقف جيت انا صليت وجيت برضه وقفنا قدام السايبر فلقينا مسيره معديه فايه لحد لما طلع على الشارع لقينا في واحده ماسكه صوره السيسي وعماله رافعه له فمش عارف بقى حصل الشبكات فحصل ضرب فهو اول ما حصل ضرب هجموا على بعض فاحنا كنا واقفين بنجيبوا اكل فما عرفناش نجيبوا اكل بقى من الضرب فاحنا مشينا دخلنا وقفنا بنتفرجوا عند واحد بتاع كاوتش فايه واحنا واقفين عادي بنتفرجوا لقينا في ضرب جامد فقال لي يلا بينا واحنا ماشيين لقينا بقى في بيضغط على بعض وضرب نار وكده فانا عديت الناحيه الثانيه قلت له يلا هو بيعدي حصل بقى لما جامده ما اعرفش يعدي فلسه بطلع التليفون عشان يصور جاي مش عارف بقى مشيت انا بقى حصل الزحمه دي مشيت رحت هناك فكرت جه فاول ما رحت هناك شويه لقيت حد شايله وجايبيه انت ما شفتوش وهو بيقع انا شفته وهم اول ما وقع واحد شايله فما كنتش اخد ما كان في كذا واحد كان واقع المضروب في دراعه وفي ايده ورجله انت ما شفتش مين اللي ضربه او ما تعرفش اتضرب من انهي جنب؟ احنا مش عارفين مين اللي ضربه الصراحه، الضرب كان من ناحيتين، من ناحيه الاخوان ومن ناحيه البلطجيه. اللي ضربه من هنا من عند الاخوان. مش عارفين مين اللي ضربه، الضرب كان من هنا ومن هنا، ففجاه هو وقع. لكن ما حدش قدر يمسك حد من ال لا بس للاسف ما حدش قدر طيب والشرطه وصلت هناك وقتها الجيش اللي وصلت الجيش والشرطه وصلوا بعد الموضوع بس الشرطه احنا كنا شايفين البلطجيه بتضرب جنب الشرطه والشرطه بتعملهاش حاجه بيضربوا على المسيره والضرب كان من مسيره ومن هنا وخرطوش وضرب نار ثم كانوا بيضربوا حي المسيره كانوا بيضربوا حي بدليل يعني هو ايهاب اتصاب بطلق حي طلق حي وطلق خرطوش طلق حي وطلق خرطوش